وهذه إذن متابعة لآخر الأخبار التي بدأنا بها من سوريا، والقصف الذي استهدف منزلا بداخله 3 قيادات إيرانية قرب مدينة بنياس الساحلية، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل شخص واحد على الأقل. ونتابع معكم إذن هذه المشاهد الأولية للقصف والأضرار التي خلفها. إذن هذه مشاهد أولية للدمار الذي أحدثه القصف على بنياس السوري. إذن مشاهدينا، نحن لا زلنا نتابع هذه الصور الأولية لمشاهد الدمار الذي أحدثه هذا القصف. وبحسب ما قاله المرصد السوري لحقوق الإنسان، من المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي هو من قصف هذا المنزل. إذن نتابع هذه الصور الأولية والجديدة للمنزل المستهدف في بنياس السورية، والدمار الكبير الذي أحدثه إذن هذا الاستهداف. إذن استهداف تحدث عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه كان يتواجد فيه على الأقل 3 قيادات إيرانية كانت مجتمعة، كما أكد مقتل شخص على الأقل في هذا الاستهداف. إذن مشاهد أولية للدمار الذي أحدثه القصف على بنياس السورية. إذن مشاهد للدمار الكبير الذي أحدثته هذه الاستهدافات في بنياس السورية.